كان استغربوا تسموها مخلب السيف، السيف ما بي مخلب، فأنت عبارتي صحيحة مخلب النسر. هاي نقطة. النقطة الثانية حقيقة احنا لا نخفي انه الامبراطوريات السابقة العثمانية أردوغان يتطلع إلى هذه الإمبراطورية ويعتبر الدول العربية هي جزء من الإمبراطورية العثمانية، لذلك يتصرف وكأنما نحن ولاية تابعة له سواء سوريا أو العراق. إضافة لذلك لو تلاحظين حتى الاتحاد روسيا بوتين يتطلع إلى إحياء الاتحاد السوفيتي، وأيضا إيران تتطلع إلى إحياء إمبراطوريتها، ولذلك هذه الدول تنظر إلى الدول العربية. وبالفعل أمريكا جعلتنا ووصلتنا إلى درجة من الضعف، جعلت هذه الدول تطمع في أراضينا. تركيا أنت لا تستبعدين يعني بحدود 36 قاعدة ونقطة رصد موجودة في شمال العراق، وفي بحشيقة أكو قاعدة كبيرة، وبنوا قاعدة في توك، وهم يحضرون ويصمموها، ويحضر وزير الداخلية والدفاع ويستهترون بسيادة العراق وعدم احترام السيادة وعدم احترام الحكومة العراقية، لأن هذه الحكومات التي جاءت بعد 2003 جميعها ضعيفة وجميعها انتماءها ليس 100% للوطن بل للدول التي ترعاهم والتي هي جاءت بهم. ولذلك تلاحظين أنه العراق الآن يمر بأسوأ حالاته وبأسوأ حالات الضعف التي هو فيها. يعني حتى الصيادين اللي عندنا في البصرة في الفاوي يخرجون للصيد ويهانون من قبل أيضا الجار الكويت، ولا يوجد رد فعل على ذلك، يصرحون تصريحات طيب. عجيبة غريبة تجاه العراق وتجاه مدينة البصرة. فأنا في اعتقادي أنه يعني إحنا الآن إذا تستمر الحال على هذه فالعراق أعتقد سوف يعد من الدول الفاشلة والدول التي وأي دولة في العالم لا تستطيع الحفاظ عن أراضيها ولا تدافع عن أراضيها ولا تمنع أي احتداء من الدول المجاورة.